بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. كيف أصف حسن ثناءكم وأحصي جميل بلاءكم؟ بكم فتح الله وبكم يختم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان غفارا. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. إلهي أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني علي. إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف. Reciting the 45th dua of the Sahifa As-Sajjadiyya, bidding the farewell to the holy month of Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma ya man la yargabu fil jazaa ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرا. إن أعطيت لم تشب عطائك بمن، وإن منعت لم يكن منعك منعك تعديا. تشكر من شكرك، تشكر من شكرك، وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك، وأنت علمته حمدك تصدر على من لو شئت فضحت، وتجود على من لو شئت منعت، وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز،
وتلقيت من عصاك بالحلم وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم تنتظرهم تستنذرهم بأناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكون ولا يشغى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إليك وبعد ترادف الحجة علي كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنك فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفاء عليك والزيادة منك فقلت تباركت اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وما أنزلت من نظائر في القرآن من تضاعيف الحسنات وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حضهم على ما لو ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعهي أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقلت أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسميت دعاءك عبادة وترك استكبارا وتوقعت على تركه دخول جهنم داخرين فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك وفيما كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إلي يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدور وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضعفت فيه من الإيمان وفرضت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفينا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك ليله متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر
مقام حمدا وصحبنا صحبة مبرور وأرباحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو عالم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمات السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأصدرك لأنواع العيوب السلام عليك يا السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر ومن كل أمر سلام السلام عليك غير كريء المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات السلام عليك يا أبا عبد الله بدا میکنیم با ماه خدا به یاد اون بدا جانسوزی که خواهرت باد کرد آقا جان نمیشه باورم که وقت رفتن تموم این سفر بارش روشونه منه نمیشه باورم که وقت رفتن تموم این
سفر بارش روشونه منه. کجا میخوای بری؟ چرا منو نمیبری؟ داداش این دم آخری چقدر شبیه مادری. باید جواب تو با نفسم بدم، بدون من نرو، تو رو به کی بدم قسم؟ قرارمون چی شد که بیقرار هم بشیم؟ هرچی که پیش اومد باید کنار هم باشیم. آخ من روی خاک و تو سوار مرکبی، من روی خاک و تو سوار مرکبی، من توی قلب تو، اما تو چشم زینبی. آهسته تر برو بذار منم باهات بیام، دیگه نمیکشه پاها که پا به پات بیام. آهسته تر برو بذار منم باهات بیام، دیگه نمیکشه پاها که پا به پات بیام. کجا داری میری؟ منم ببر الا ای هم سفر، کمی آهسته تر مرا با خود ببر، جانا مرا با خود ببر. حبیبی طبیبی آسن، غریبی آسن جانم، غریبی مقتل نوشته روی تنت پا گذاشتم، در زیر دست و پا زده ای دست و پا حسین. مقتل نوشته ما ندیدیم ها، اما خواهرش دید. مقتل نوشته پیکر تو نرم گشته بود، با هر نسیم جسم تو شد جا به جا حسین.
مقتل نمشده حد حرم را چهل زرا. چرا رفت تن بدون سرت تا کجا حسین؟ مقتل نوشته ضربه به پهلوی تو زدن، حتما شبیه مادرتان بی هوا حسین. مقتل نوشته دست به گیسوی تو زدن، یک عده گرگ های بی حیا حسین آقا جان. مقتل نوشته زیر گلو نهر گشته شد، پهنای نیزه شد به گلوی تو، هر ضربه را براخ از این یه دونه. همه کاری کردن ها، اما اینجوری کشتنت عجیب بود. هر ضربه را برای رضای خدا زدن. قربتن الالله به ذر فاطمه رو گجدم، هر ضربه را برای رضای خدا زدم. شمشیر نیزه سنگ حتی عصا حسین جان، حسین جان، حسین جان. السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما. السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزونا عليه قبل فوته. السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا، وكم من خير أفيض بك علينا. السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمنا، وعلى ماض من بركاتك سلبنا. اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له، حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. أنت ولي ما آثرتنا به من معرفتك، وهديتنا له من سنتك، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير، وأدينا فيه قليلا من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم، ومن ألسنتنا صدق الاعتذار. فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط،
أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه وأوجب لنا عذرك على من قصرنا فيه من حقك وابلغ بأعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في شهرين من شهور الدهر اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنسبنا فيه لأعين الشامتين فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطائعين طاعنين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك التي لا وفضلك الذي لا ينقص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجلبه لعفو وأمحاه الذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوب من ذنوبنا وما علن اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهلي به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تقاتها أو تقرب إليك بقربه أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من جودك وأعطنا أضعافه من فضلك فإن فضلك لا يضيق وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض وإن معادن إحسانك لا تفنى وإن عطائك للعطاء المهنى اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة
اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضرمناه توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب أو يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبل منا وارض عنا وثبتنا عليها اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكابة ما نستجيرك به من اگر خسن جاني بگو يا علي يا علي وجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منه ومن غبر إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليك وأكفى من توكل علي وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين بمولانا أبا عبد الله عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير شيعته ومحبيه وجعلنا من المستشهدين بين يديه الفاتحة مع الصلوات.